والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تكون حليما ذا أناة، تريث، لا تتعجل، مهما تعجلت فيه من شيء كان عليك حسرة ولم تصب منه نفعا، تريث. والعجلة مذمومة في كل شيء إلا في مرضاة الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فليست مذمومة بالإطلاق، إنما هي مذمومة إذا لم تكن في مرضاة الله جل وعلا. فنريد أن نغير وجه حياتنا ليتغير وجه الحياة، لأن الحياة لن تتغير إلا إذا تغيرنا. إنما الحياة ما ننظر إليه نحن، فالحياة بمنظورنا، بما نراه نحن. فإذا تغيرنا نحن رأينا الحياة على وجه جديد، وأما إذا بقينا على ما نحن عليه فالحياة على ما هي عليه كئيبة حزينة بغيضة بائسة، الموت خير منها ألف مرة. ولكن إذا تغيرنا نحن، عرفنا وظيفتنا في هذا الوجود، لماذا وجدت؟ ما المطلوب منك؟ لماذا أنت هنا؟ لا أقصد في المسجد، وإنما في الحياة. أرحام تدفع وأرض تبلع، ثم لا غاية، ثم لا تحصيل لشيء من نفع، ثم لارتكاب الأوزار والسعي في الأرض بالفساد من أجل أن نجد هذا الظلم العام الذي يعاني منه كل الكائنات، حتى الطيور في أكنانها، وحتى البهائم في حظائرها، لأن المعصية يصل شؤمها إلى كل المخلوقات، حتى إلى المياه، حتى إلى الأسعار. فإن ذلك كله إنما هو بشؤم المعصية. فإذا تغيرنا نحن تغيرت الحياة. نعيش رمضان بأن نحاول أن نتغير بأسلوب يسير جدا. تأمل واجتهد في أن تفهم ما تسمع وأن تطبقها، ولا تفصل بين العلم والعمل، لأنك إن فصلت بين العلم والعمل أقمت الحدة على نفسك. فنجتهد، خذ هذه الليلة فقط، اتق الله، فعل المأمور وترك المحظور بنية صعبة. خذ هذه الليلة، اتق الله واصبر، ولا تستعجل، لا تستعجل، أدي القرارات كما يقولون، هذا مبقي عليه، لن يضيع. مهما أردت أن تأخذ من قرار فتريث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.